النجمة غادة عبد الرازق قررت انها ما تردش لا بالنفي ولا بالتأكيد على الاخبار الكتير اللي انتشرت طول الفترة اللي فاتت عن جوازها الجديد. مش بس كده، غادة كمان قررت انها تبعد عن كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرت كل صورها في الحسابات دي وحطت مكانها صورة سودة، وغيرت صورة حسابها على الانستجرام وحطت مكانها صورة سودة ومكتوب عليها كلمة اوف.